اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، البطاطا الحلوه من فصيله الدرنيات اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليها من الارض الطيبه مصر. متفقين، بصل، ثوم، بطاطا، بطاطس، القرع العسلي، الكرنب، كل ده درنيات، البصل الاخضر، الحاجات دي كلها قيمتها الغذائيه لا تعد ولا تحصى. يعني موضوع البحث عن القيمة الغذائية للبطاطا سهل دلوقتي، كبسة زر على التليفون، فايدة البطاطا لمريض السكر، مريض الضغط، حاجات كتير قوي. الاهتمام الإعلامي الملحوظ الأيام دي باهتمامنا للبطاطا وإن احنا نوظفها ونستهلكها مع الخبز والعيش حاجة جميلة جدا. ترشيدا لاستخدامنا للدقيق، حاجة حلوة، احنا عندنا دقيق يكفي السنين كلها، مصر بخير ليوم الدين إن شاء الله. ولكن إن احنا نجدد من الرغيف العيش حاجة حلوة. اخواننا في الهند استخدامهم للبطاطا من زمان في بعض الحلويات المشهوره وبعض المخبوزات بتاعتهم، فانا خلونا النهارده معانا البطاطا الحلوه، واحنا البطاطا بتاعتنا مميزه، معانا منها البطاطا السليمه ومنها دقيق البطاطا، ده موجود في اي سوبر ماركت. عايز اعمل النهارده رغيف العيش، نعمله ازاي؟ ممكن تعمليه في البيت تغيير، وممكن تستخدميه مع طبق الفول، تستخدميه مع طبق اومليت، تعملي سندوتشات لاولادك، تعملي كب كيك بالبطاطا الحلوه، صينيه بطاطا حلوه بالكريمه. البطاطا الحلوه استخداماتها كتير قوي واحنا المصريين شطار فيها. انا عملتها زلابيا بالبطاطا الحلوه، دخلتها مع الدقيق والخميره وبقت احلى زلابيا. معانا النهارده الاستاذ احمد عوض بيقول لي انت هتضحك علينا بالبطاطا ولا ايه؟ لا يا عمي، معانا النهارده صدر ديك رومي جامد جدا. هنعمله ايه النهارده؟ هنعمله رولز بالخضار والزبده، حاجه جميله حلوه. يعني هنجيب الصدر الديك الرومي ده كده، ناخده منه الشرايح ونبدا ان احنا نحشيه تشكيله من الخضار مع زبده مع روزماري، ونلف رولز كده ونشوحه في النار، حاجه سكه البوبيت من المطبخ الغربي. بما ان النهارده الثلاث طبعا المطبخ الغربي معانا النهارده. ومعانا كمان المفاجاه كمان، بما ان البطاطا قيمتها الغذائيه عاليه جدا وعندنا طلبه الثانويه العامه بيمتحنوا، فاهداء مني وانا معاكم سند في المطبخ، هنعمل ايس كريم البطاطا الحلو. حلو، عملنا ايس كريم البطيخ، عملنا ايس كريم القرع العسلي، هي نفس المدرسه، هنعمل كمان ايس كريم النهارده من البطاطا الحلوه، سهل جدا، شويه جيلي لا لون ولا رائحه اللي هو الموجود في اي محل بتاع مأكولات، ومعانا او عطار، ومعانا البطاطا الحلوه، هنشوف نستخدمها ازاي. مش عايز اطول حضراتكم، في تفاصيل كتيره في الحلقه، وفي كمان معلومه غير معلومه، واستخدامنا للبطاطا الحلوه كثيرا وقيمتها الغذائيه عاليه جدا. هنروح فاصل ونرجع لاسرار المطبخ من المطبخ الغربي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لأسرار عمل خبز البطاطا. لازم يبقى فيه مقدار من البطاطا المهروسة والدقيق بتاعنا العادي بنسبة 2 إلى 3. هنشوف الموضوع ده، بلاش نسب يا عم الشيف، احنا في الرياضيات شاطرين. مقادير عيش البطاطا على الشاشة، مقاديره بسيطة وسهلة. معانا طبعا الحاجة أو الكسرولة اللي هنعجن فيها، معانا دقيق البطاطا، ومعانا بطاطا سليمه زي ما هي، ومعانا بطاطا مسلوقه ومهروسه، والمقادير على الشاشه، ومعانا بيضه، ومعانا خميره وسكر في المقادير، ومعلقتين من الزيت. والخميره والسكر احنا عارفين لتشغيل عمليه التخمير بسرعه. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه على شاشه القناه الاولى تتحدث عن نفسها. خش في الموضوع يا شيف، حلو قوي. اول حاجه لما انا طلعت دلوقتي في الفاصل عملت حاجه علشان اكسب وقت، ما انا بستغل كل ثانيه ودقيقه في البرنامج. عملت ايه؟ جبت معلقه خميره مع معلقه سكر، دوبتهم في شويه ميه. الخميره على السكر بتضمن عمليه التشغيل والرفع بسرعه، وخاصه لو دوبنا الخميره مع سكر مع ميه دافيه بتشتغل بسرعه، والسكر بيساعد على تشغيل الخميره. واضفت عليهم معلقتين من الدقيق ومعلقتين من البطاطا المهروسه. اهو تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ اهو شفت، هي ده السر في الموضوع ده. اه تاني زي ما كنت بعمل زلابيا، حطيت معلقه خميره مع معلقه سكر، دوبتهم في ميه دافيه. وجود الميه الدافيه مع الخميره والسكر بتشتغل بسرعه. تاني حاجه حطيت معلقتين من الدقيق الابيض بتاعنا العادي مع معلقتين كريمي من البطاطا المهروسه، ده اختياري، معاكي دقيق ومعاكي بطاطا مهروسه،
اللي انت تستخدميه زي ما انت عايزه، استخدمتي دي استخدمتي ده، القوام بقى عندنا بالشكل ده كده اهو اهو اهو، هنا هي جاهزه، ده الاساس اهو 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 اهو، شفت العجينه دي اهي. دي على فكره محطه هنا، ممكن نعملها زلابيه لو احنا حابين نعملها زلابيه بنفس القوام ده كده، تتعمل زلابيه على فكره نفس الطريقه دي كده اهو، عندنا زيت هيتحمر على النار ونعملها زلابيه. انا هعمل دلوقتي عيش البطاطا، حلو قوي. هنحط الدقيق بتاعنا بالشكل ده كده شويه، هنعمل رغيفين ثلاثة أربعة لغاية لما وقتنا يسمح مع بعض. أدي الدقيق بتاعنا، معانا دقيق البطاطا، ده موجود في أي سوبر ماركت أهو، ده دقيق بطاطا موجود حلو أهو زي الفل، ومعانا كمان بطاطا مهروسة. بمناسبة الحمام الكذاب واللحمة الباردة، عايز أقول لحضراتكم إحنا في عيد الأضحى إن شاء الله كالعادة على شاشة القناة الأولى لينا مفاجآت مع كل حتة في الذبيحة، إذا كان خروف أو بقرة زي ما أنتوا عايزين اهو. عايز اقول بمناسبه عيد لازم عيد تاني معايا الاستاذ احمد عوض، خلي بالكم لما تعرفوا التركيز ده اعرفوا معايا المخرج الشاطر. لما نيجي في حلويات العيد احنا معانا خروف ومعانا الذبيحه، ممكن نجتمع خمسه سته في ان احنا نشتري عجل، نجتمع ونجيب خروف حسب المقتدر يعني. هنشتغل كل حاجه في الخروف من الحلويات للفخده للكتف، كل ده مع بعضه، والرقبه نعملها سبوكو زي ما احنا عايزين، لان بالتاكيد طبعا في عيد الاضحى زي كل سنه على شاشه القناه الاولى لنا مفاجات. خلونا في الموضوع البطاطا ده، لان عاجبني قوي عيش البطاطا ده كده، خد اللون اهوت بالشكل ده كده اهو. قلبت دي البطاطا مع الدقيق العادي مع بطاطس مهروسه، بطاطا مهروسه انا اسف اهو، وهننزل بها كده. على فكره اخواننا في لبنان بيقولوا على البطاطس بطاطا، واحنا عادي احنا هنا البطاطس بطاطس والبطاطا بطاطا، احنا عندنا نوعين من البطاطا، في بطاطا حلوه حمراء وفي بطاطا حلوه بيضاء، ايهما افضل؟ طبعا الحمراء، انا بحب الحمراء اهو، شايفه كده كل دول انا حطيت دلوقتي الماده المتخمره اللي هي عباره عن معلقه سكر مع معلقه خميره مع معلقتين من الدقيق مع معلقتين بطاطا مهروسه، واقلب دول مع بعض كده ونشوف قوام العجينه بتاعتنا. طبعا هتدخل بايديا كده معلش اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف العجينه دي كده مع بعض. ممكن تستخدمي لبن رايف في العجينه، ممكن تستخدمي حليب عادي، ممكن تستخدمي الميه دافيه عادي زي ما انت حابه، مفيش اي مشكله، دعميها زي ما انت عايز. انا بعتبر العجينه دي هرم غذائي، كل ما تحطي فيها الهرم بيعلى معاكي، حتى لو بتعملي عجينه بيتزا تعمليها من عجينه البطاطا الحلوه. ينفع يا شيف مغازي؟ اه ان شاء الله باذن الله تعالى الاسبوع الجاي هنعمل لحضراتكم البيتزا بدقيق البطاطا. اه هتبقى لطيفه وجميله، وهتبقى كلها سعرات حراريه رياضيين للطلبه للاطفال لكبار السن. اه 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 شفت ازاي العجينه بتطلع معايا واحده واحده اهي. هتحتاج مني شويه دقيق، بحط لها شويه دقيق، معلقه دقيق صغيره كده بايدي اهوت، واحده والثانيه، واخدم على العجينه كويس لمده 3 دقائق تقريبا اهو وانا بعجن كده اهو. العجينه خدت قوام، ده عيش البطاطا. هما غنوا لها من شويه قال لك البطاطا البطاطا يا عيني على البطاطا اهي. شفت العجينه اهي طلعت معايا اهي بسرعه اهي. نوسع لها الدنيا بقى ونخدم عليها على الرخامه كده. ما احبش انا اعجن بالده خالص، شيل ده كده تعالوا مع بعض نخدم على العجينه كويس. ممكن نعجنها في عجان؟ ممكن. ممكن نعجنها على ايدينا؟ ممكن. اللهم امتى نعرف العجينه خدت حقها من التقليب؟ لما نقلبها بالشكل ده كده اهو. هقول لحضراتكم دلوقتي على علامتين مهمين جدا اهو. اول ما تلاقي العجينه مش بتمسك في ايدك ويقول لك ايه طالع منها زي الشعره من العجين، يعني ايدينا كده ما يطلعش فيها ايه عجينه خالص اهو. شفتي كده هي عايزه شويه دقيق، نحط بايدينا كده اهو. يلا غيري من موضوع العيش ده كده، واستخدمي البطاطا في المخبوزات بتاعتك، سواء كب كيك، سواء حلويات، سواء عجينه البيتزا، سواء رغيف العيش في قلب البيت. اه اه انا شايف في اهتمام اعلامي ملحوظ، ودي حاجه حلوه اه. بالشكل ده كده العجينه بدات تطلع، شويه دقيق تاني عشان تلمي معايا اه. طب الدقيق ده يا شيف ملوش معيار بتسالوني؟ احنا هنا حاطين بطاطس مهروسه، وارد ان البطاطس المهروسه ديت فيها كميه سوائل زياده، وارد نوعيه الدقيق
في دي فرزه اولى فرزه ثانيه او الرقم يعني أو حسب نوعيه الدي. العجينه كده زي الفل معايا اهي اهي اهي. هنبدا ان احنا نقسطها. يعني ايه نقسطها يا شيف؟ يعني نقطعها. اللهم صل على النبي. شيل ده كده. طبعا انا بحب اعجن بايدي علشان احس بطعم العجينه وحلاوه العجينه ما بين اصابع ايدي، وتاخد الحنان والحب بتاع اصابع الايد كده بتاع امهاتنا. العجينه هي زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد العجينه دي كده نقطعها. انا والله بحب بيت الكلاوي في الشاوي اللي هي جنب الريش، والريش كمان لطيفه وجميله ما بتاخدش وقت كتير في السوى، يفضل يعني ما بتاخدش وقت كتير في السوى. والحته اللحمه طالما طازه زي الفل. شفتوا العجينه دي مع بعض؟ دي عجينه خبز البطاطا. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ عندي طبق زي ده كده، دي لازم تمر بمرحله تخمير تانية. واخد العجين ده كده بايديا واكورها كده الشغل بقى بتاع الفطاطريه لان دي هشويها هخبزها في الطاسه مش هتخش جوه الفرن. واحط دي كده نفس القصه بلمها كده بايدي تحت ايديا واحطها هنا نفس القصه واحطها هنا كده على قد الطاسه. ممكن تكون اكبر من كده ممكن تكون اكبر من كده. شويه دقيق كده واحطها هنا. دول عملوا كام رغيف يا عم الشيف؟ كتير. وعلى فكره عيش البطاطا بيشبع اكتر من العيش العادي. ينفع نعمله حواوشي؟ ينفع. ينفع نعمل العجينه دي عجينه بيتزا؟ ينفع بنفس الطريقه. ينفع نعمل عجينة البطاطا دي فوكاشيا من المطبخ الطلياني؟ ينفع. ايه الفوكاشيا؟ حاجة كده عجينة عاملة الفراغ انا باجي بصوابعي كده الخمسة وبلفها كده وهي كده تحت ايه كف ايدي راحة جاية بس ايديا بتلمها من تحت اللي هي اصابع ايدي بالشكل ده. مش قافش عليها جامد، لازم تاخد الشكل الدائري ده كده عشان لما تتخمر يا استاذ احمد. شفت الجو ده؟ اهي بالشكل ده كده وشويه دقيق صغيرين دقيق البطاطا تحت ايدي زي الفل. باخدها هنا كده ده بالنسبه للدقيق. عايز اقول معلومه مهمه جدا. ليه حطيت دقيق على دقيق البطاطا او معجون البطاطا او هريس البطاطا؟ ليه؟ لا، في حاجة علمية سبحان الله مش موجودة غير في دقيق البطاطا ودقيق الذرة قليل جدا، مادة الجيلاتين. المادة الموجودة في الجيلاتين المادة المطاطة اللي بتخلي العجينة تمط بالشكل ده كده شفت المادة دي كده هي موجودة في الدقيق بس اللي هو دقيق القمح. شايفين المادة دي كده العجينة بتاعت الفطير المشلتت ليه الفطير المشلتت بيمط معانا ما بياخدش خميرة؟ لما بنعجنهم ميه ومعلقة سكر ومعلقة عسل شفت العجينة دي كده هي دي القصة كلها. فأنا حطيت هنا شوية دقيق من الدقيق العادي بتاعنا بنسبة 2 إلى 3، يعني لو عملنا معلقتين دقيق بطاطا بنحط 3 معالق من الدقيق. طريقة سهلة خالص وبسيطة، واستخدامنا للبطاطا حاجات كتيرة زي ما قلت لحضراتكم. عجينة بيتزا ماشي، عجينة فوكاشيا ماشي، تعملي بيها حواوشي ماشي، تعملي كب كيك بطاطا حلو ماشي كام رغيف؟ نعد مع بعض كده 4 و4 8 8 و4 12 و5 تحت ايدي 17. 17 رغيف عيش. نعملها كده حابين تطلعوا فاصل يا شباب وتسيبوني كده مع الرخامه بتاعتي علشان انا عايز اكور العجين. طبعا المصطلح العلمي بتاع ده اسمه تقسيط العجين للخبيز بالشكل ده كده بشويه دقيق تحت ايديا كده واصابع ايديا وكف ايدي. وهناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل معايا صدر ديك رومي مش هنضيع عيش النهارده. صدر ديك رومي محترم وزنه بيعمل تقريبا 2 كيلو، هنعمله شرايح محشيه بالزبده والخضار حاجه لطيفه جميله سكه البوبيت. اوعوا تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. واشتغل في موضوع العيش
بالبطاطا، لان مش محتاج ان انا افرد العجين ده كده على النشابه بالشكل ده كده، واللي نفردها نحطها في طاسه معانا اهيت زي الفل، وطاسه هنا كمان، ونهدي النار لان العيش ده عايز نار هاديه، كانك بتعملي عجينه الكانينولي او عجينه الكريب بالظبط. نظبط النار كده، يعني ممكن اعمل العجين ده في البيت يا شيف؟ اه ممكن. وهنا نفس القصه، ولازم تكون النار على قد الطاسه، يعني ما تكونش العين حته صغيره كده تحت الطاسه وبقيه النار مش متوزعه في الطاسه، الحاجات التفاصيل دي لازم تكون موجوده. تلاحظوا ان انا حاطط الطاستين على كميه النار الكبيره. هنبدا ان احنا نفرد العجينه مع بعض بواسطه نشابه كده. ناخد العجينه دي كده اهي، وعندنا دي البطاطا، ونحط منه شويه كده، ونفرد العجينه بتاعتنا اهي. خليها رؤيه واخده خميره اهو. عيش لطيف، ممكن تعمليه للبرجر، تعمليه للحواوشي، زي ما انت عايز. ولازم تمر بمرحله التخمير. على فكره بقى انت خليكي اشطر مني، تعملي حاجه حلوه زي اخواننا في الهند، بيحطوا مع العيش ده توم، بيحطوا مع العيش ده بقدونس وشبت، بيحطوا مع العيش ده روزماري، بيحطوا معاه زعتر، وهكذا. ده اختياري، بس انت عايزاه تاكليه عيش كده، تاكلي بيه طبق الفول، انت حره. اهي اللقمه في ايدي اهي، بسم الله ما شاء الله، بتتكلم مصري. ليه؟ لان البطاطا بطاطا مصريه من ارض طيبه اهي، في قلب الطاسه. ناخد واحده ثانيه كمان واحنا شغالين. شويه الدقيق بدات اشم ريحه حلوه والله بجد، وبدات تقب ازاي. بصوا عليها كده يا شباب اهي اهي. نهدي النار لان دي عايزه النار هاديه اهي. التفاصيل معانا هنا نلم دي كده تاني الله على الريحه الحلوه، كاني بشم بطاطا مشويه خليني كده اشيلها بسرعه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ نفس الموضوع ده هنا، سنه زيت صغيره اشيلها كده، بحطها هنا كده، بحط اللقمه دي كده عليها كمان وبتستوي بسرعه رقيقها جامد عشان ما تاخدش وقت كبير منك في السوى، ويبقى جواها مستوي، ما يبقاش جواها عجين. وعلى فكره اللقمه دي لقمه صحيه لان يعني البطاطا انا بليتها وسنه زيت صغيره ده اختيار زي الفل زي الفل يا فندم تمام. شويه الدقيق تمام هنا نعمل كده ونلف كده شوفي بقى انا هنا واقف في المطبخ ازاي، صدور الفراخ فين، صدور الديك الرومي فين، في الفرن تستوي. انت خليكي زي كده رايقه وفايقه مع مع العيش ومركزه معاه حلو. ايه الاخبار هنا؟ اللهم صل على النبي عيش البطاطا ودي كمان اهي هو ده طبق التقديم فين يا عم الشيف معانا وقت بقى نخبز عيش للصبح ونكفي العيله والحبايب. شفتوا بقى اللي بيزعلني؟ شفتوا اللي بيزعلني؟ شفتوا اللي بيزعلني؟ والله العظيم شفتوا اللي بيزعلني؟ ثلاث دقايق قال لك ادي لقمه، اللقمه الثانيه اللهم صل على النبي دي لسه عايزه شويه، نحطها هنا كده زي الفل. نعمل واحده كمان تاني، تجيب شويه الدقيق، فين الدقيق يا عم الشيف طب ما عنديش دقيق بطاطا، استخدمي دقيق عادي هتطلع معاكي زي الفل استخدمي دقيق ذره هتطلع معاكي، لا ده ولا ده، هاتي السميد الناعم بتاع البسبوسه استخدميه في فرد العجينه دي كلها افكار انا مش عايزك تقف في المطبخ. والله ما قدرتش اعمل العيش النهارده يا حماده، الشيف المغازي قال دي بطاطا ودي بطاطا مش موجوده عندنا في المنطقه، دورت عليه والله في الماكل كلها ما لقيتوش، اعمل ايه؟ عادي السميد الناعم بتاع البسبوسه دي الذره هتطلع معاكي احلى لقمه حلو يلا كمان دينا في الطاسه. عايز اعمل دلوقتي كريم شانتيه، اعمل ايس كريم بالبطاطا الحلوه، تيجوا نعمله مع بعض. عرفنا عينيا، عرفنا فكره عمل عيش البطاطا ازاي، معانا هو تقريبا 15 لقمه تانيين واحنا واقفين مع بعض، كل ما يدونا وقت هنخبز مع بعض عيش
على الفراخ ما تطلع. اخبار العيش هنا زي الفل اهو، الله، واللقمه دي كمان ايه الحلاوه اهو، حلو قوي. ده العيش بتاعنا، مطبخنا على شاشه القناه الاولى زي ما حضراتكم شايفين، تفاصيل كتيره. قدرنا ان احنا نعمل عيش البطاطا لحضراتكم بطريقه بسيطه وسهله. عملنا صدر الديك الرومي بالشكل الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده، للتقديم رز بسمتي. ما تنسيش الايس كريم بالبطاطا الحلوه، جربيه هيعجبك، ولو عجبك خش على صفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي وقولي لنا كلمتين حلوين ارفعي من روحنا المعنويه. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ التفاصيل من ماس بيرو.